بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن في زمن اختلطت فيه الأمور بشكل عجيب. عند بعضنا صار الحلال حراما، وصار الحلال أو الحرام حلالا. ما كان بالأمس محظورا صار اليوم مشكورا. أضحى الكلام فيما يجب وما لا يجب أمرا ثقيلا على بعض النفوس، وصار مبغوضا إلى نفوس، وصار مزعجا مرفوضا إلى نفوس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الحلال بين وأن الحرام بين، فصار بعضنا منهما في حيرة وخلط وأمر مريج. صار أكل الحرام عند بعضنا مبررا، وصار عند آخرين لقمة هنيئة وطعمة مريئة. بعضنا يقع في الحرام ولا يعلم أنه حرام، وبعضنا يفعله معتقدا أنه حلال. بعضنا يتساهل طامعا في عفو الله، وبعضنا يستبيح مجترئا على حرمات الله. ونحن على الفعل والترك نؤاخذ ونأثم، أو نثاب ونغنم. وقفتنا اليوم أيها الأحبة حول الجائز والممنوع، الحلال والحرام، بصحبة فضيلة الشيخ موافي عزب الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ موافي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله. بارك الله لكم. الله يسلمك. هذا موضوع أظن من أبجديات أي واحد مسلم، أبجديات الدين، المفروض كل واحد يعرف شنو الحلال وشنو الحرام. بداية معلش خلنا احنا ندخل في الموضوع، وفي لأن هناك صاير خلط في موضوع الحلال والحرام. شيخنا، ما معنى حلال وما معنى حرام؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. هذه المقدمة من الحلال والحرام، لأن هذه بدايات مأجورة. الله تبارك وتعالى جل جلاله، هذه الشريعة التي أكرمنا بها، الهدف منها والغاية منها إسعاد العباد. جميل. فالله جل جلاله هذه التشريعات، سواء كان فيما يتعلق بالعبادات الخاصة بالله جل جلاله أو بالمعاملات بين الخلق، ليس هناك من غاية أو مصلحة أو هدف أو قصد إلا أن يعيش الناس سعداء. جميل. ولذلك بين الله تبارك وتعالى الوسائل التي تؤدي إلى إسعاد الناس. من حرصه على إسعاد الناس أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن الإنسان الجاهل الذي لا يعرف ما ينفعه وما يضره لن يهتدي إلى شيء. أما عندما يكون إنسان متزن عنده أبجديات الحياة في مجال من المجالات، أنا أعمل في حرفة أعرف أساسياتها ومكوناتها سأبدع. بعض الناس يعشق عمله عشقا لأنه يرى فيه نفسه. ولذلك الله الجليل جل جلاله سبحانه من فضله على عباده أن هذه الشريعة الهدف منها أن يسعد الإنسان وأن يسعد من معه ومن حوله. هناك أمور إن فعلناها كنا سعداء، وهناك أمور إن فعلناها لابد أن نكون أشقياء. مهما حاولت أنت أو حاولت أنا أو حاول الناس جميعا، لأن هذا الكون هو ملك الله تبارك وتعالى جل جلاله. أنت في بيتك أخي أبو ناصر ترتب حياتك وفق ما يروق لك. طب لماذا نعترض على أن يرتب الله حياة الناس وفق ما يحب جل جلاله؟ ألسنا عبيده؟ ألسنا خلقه؟ أليست هذه الأرض مملوكة له؟ أليست هذه السماء التي تظلون أيضا من خلقه؟ أكيد. إذن الله جل جلاله الخالق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني يا شيخنا نقدر نقول أن أي شيء أحله الله سبحانه وتعالى هو في خير لنا بيكون، وأي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى بيكون شر لنا، وإن كنا لا يعني ندرك هذا، ولكن هذا هو الحق. هذا هو الحق. الله سبحانه وتعالى زي الأدوية،
النهاردة أنا ما أستطيع أن أنا أشخص لنفسي دواء معين، وإنما أرجع إلى الطبيب، لأن الطبيب يعرف مكونات نفسي ويعرف أن هذا الدواء قد يكون الدواء مرا أصلا أبو ناصر، ورغم ذلك مفيد. معظم الأدوية غير محببة للناس، ولكن فيها سعادتهم وفيها شفاؤهم وصحتهم. فإذا أنا لا أستطيع أن أنا أقول لله الملك سبحانه وتعالى إن ما جئت به أو جاء به أنبياؤك ليس في صالحي أو لا ينفعني، وإنما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أول جائزة، فلنحيينه حياة طيبة. هذا اللي يبغي الإنسان في الدنيا فقط، والله ما يريد أكثر من هذا. إذا لم يريد هذا فهو ليس بعاقل. حياة طيبة لفيها أمن وأمان واستقرار وتناغم مع المجتمع وانسجام مع المنظومة الكونية كلها، يعني حتى الجن نفسه يقوم على خدمتي، والملائكة كلهم يعني يذكرون الله، يذكرونني ويدعون الله لي أن يغفر الله لي وأن يوفقني وأن يسددني. الزمان والمكان والماء والهواء والغذاء والكساء كله من صنع الله تعالى، فكل هذه المنظومة لصالحك. فإذا من عمل صالحا من ذاك العمل الصالح يحدده الله تبارك وتعالى، الذي تعني به الحلال والحرام. الحلال هو ما يعود على الناس بالنفع في دينهم ودنياهم، لأننا نعلم أن الحياة مراحل، أو أن الإنسان يعيش مراحل. المرحلة الأولى في التكليف تلك التي نحن بها، هناك مرحلة مترتبة عليها وهي مرحلة عالم البرزخ. عالم البرزخ عبارة عن نتيجة للحياة الأولى، ولذلك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الحياة الدنيا كم مدتها بالنسبة لعالم البرزخ؟ الله أعلم. النهاردة لما أقول أبونا آدم عليه السلام منذ متى خرج آدم من هذا العالم إلى عالم البرزخ؟ بلا شك ألف سنين، وعاش آدم عليه السلام ألف عام. تصور أن إحنا بيننا الآن وبين آدم 50,000 سنة. 1,000 سنة آدم عليه السلام يحصد ما فعله في الألف عام في 50,000 سنة. والله أعلم متى تقوم القيامة. واحد يعيش النهاردة 70 عام، 80 عام، 90 عام، هذه المدة هي التي تلعب الدور الرئيسي في عالم البرزخ. إما أن يفتح له باب إلى الجنة، حتى إننا لو أردناه أن يرجع للدنيا يقول آسف أنا ما أستطيع، والله لو عرضنا عليه أن يكون ملكا للكون كله لأبى أن يعود مرة أخرى إلى عالم الحياة التي نحن فيها الآن ونتمنى ألا تنتهي. اسأل أي واحد لما يمر مثلا واحد يقول الله يطول بعمرك أبو ناصر، يقول آمين بعمر، رغم أنك أنت ما تدري وين الخير، ولكن لو أنك أنت استقمت على منهج الله هتعتبر هذه امتداد لسعادتك في المرحلة رقم 2 وفي المرحلة رقم 3، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين، فتصور وبعدين يوم القيامة 50,000 سنة أنت في الدنيا 50-60-70 ولا شيء، بس ولا شيء. أما الآخرة عالم آخر تماما، وبعدين مجدد. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. تخيل واحد يظل في النار آلاف السنين، لأن كما ورد في بعض الروايات أن النار لن يغلق بابها إلا بعد 7,000 عام. يأتي واحد من المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يعذب 2,000 عام لأنه كان يأكل حرام؟ معقول هو عمره 50 سنة؟ أليس هذا سفه؟ أليس هذا عته وجنون وخبل؟ معقول؟ ليه؟ لأننا سيئات ما عندي شيء، وبعدين رحمة يعني بعد إيه؟ لأن عندي لا إله إلا الله سأخرج من النار، لأن أهل الإسلام يخرجون من النار. بس متى أخرج أنا من النار؟ بالله عليك الناس من أول لحظة من قبوري وهم في قبورهم في الجنة استأنس، ولذلك ما عنده مشكلة. قامت القيامة ما قامت القيامة، أبوك أنا في النعيم المقيم يعني، وبعدين باب إلى الجنة وقاعد عنده مرشد سياحي وديك القصر الفلاني ولا شيء. إذن ضروري جدا أن نعلم أن هذه الضوابط والحلال والحرام لصالحك أنت. الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والأصل في الأمور أنها حلال ما عدا اللي حرمها الله سبحانه وتعالى. نسبة الحرام مع الحلال قطرة في بحر يا رجل، هذا هو. ولذلك الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى كل شيء أحل لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل مباح. المحرمات معدود، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم جاء قل تعالى وأتل ما حرم ربه. إذن الله حددها واحد واحد، حتى في المأكولات يعني مطعمات الأنكحة وغيرها، والمعاملات والعلاقات كل شيء محدد بالأرقام. ولذلك نستطيع أن نقول إيش كتاب ذي كتاب الكبائر الإمام الذهبي 70 كبيرة، وهذه أعظم شيء. 70 كبيرة هذا معنى ذلك هذه الجرائم التي إن فعلها العبد كان أهلا للعقاب، وقد يعاقبه الله وقد يعفو عنه.
صحيح. ولكن كامل الحسنات كامل الأعمال الصالحة ما في سقف، ما في سقف. فإذا حددت الأعمال المحظورة التي يترتب عليها ضرر لك وللمجتمع، لأن المعاصي لابد أن يكون فيها تشارك. الحين بتكلم فيك كلمة ما بطيب، أقول هذا ما كذا، إذا نسأت إليك فتبقى الغيبة حرمت. ما حرمت لأنها غيبة، لأنها ترتب عليها إلحاق ضرر بآخر. لما أسخر من إنسان ليس من حقي أن أسخر، لأنه من حقه أن يحيا كما أحيا أنا، وليس من حقي أن أعتدل على سمعته ولا على مالي ولا عرضه. أنا نظرت إن امرأة تمشي في الشارع، أليست هذه المرأة ابنة رجل أو أخت رجل أو زوجة رجل؟ طب هل أنت يسرك أن ينظر أحد لأهلك؟ تقول لا. إذن يا أخي ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، فغض البصر، غض البصر، عشان الله يمن عليك أيضا بمجتمع راقي نقي ما ينظر لعرضك. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا في السرايا مع النبي عليه الصلاة والسلام والغزوات بشهور، وأحيانا بعضهم بالسنين، لأنه كان يعلم أن المجتمع حريص على صيانة أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أساس. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فكانت مسؤولية صيانة البيوت والأعراض وحفظ الحرمات مسؤولية المجتمع. فأنت تخرج الجهات تقاتل نيابة عني وعن عرض أهلي وأنا أنظر لمرأتك؟ لا. وبالتالي نجد أن كل الضوابط الموجودة لصالح الناس. الحرام لما ربنا سبحانه وتعالى حرم أكلا والناس بالباطل، أنت ما تريد أحد يأكل تعبك وشقاك وعرقك، فلماذا تتطاول أو تمد يدك لمال غيرك؟ هذا اعتداء، والله لا يحب المعتدين. وهناك مسألة مهمة جدا، هذه الأموال والأعطيات التي أنت فيها هذه لها قدر. الله تبارك وتعالى جعل لكل إنسان حظه من هذه المكونات الكونية كلها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إن الله قدر المقادير، قسم الأرزاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أخي أبو ناصر، الله تبارك وتعالى مثلا أبو ناصر يعيش 100 عام، كم يحتاج من الطعام؟ من الأرز، يحتاج من الدقيق، يحتاج من السكر، يحتاج من الملح، يحتاج من الزيت، من الزيتون، هذه كله في الخزانة. لما أجي أنا أعتاد عليك وأخذ حقك، طب من وين هيجيك التموين؟ ما خلاص انتهينا بابا، بح ما عاد في شيء. وبالتالي أنت عندما تعتدي على مال غيرك لابد أن تكون هناك قدرة قادرة على أن ترد الحق لصاحبه، وهذا هو الله. فأنا أخذ منك شيئا سرقة أو غصب أو رشوة أو 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 غيره من الصور، عندنا صور كثيرة. فيسلط الله عليك من يأخذ حق أخيك منك وأنت لا تدري، وهذا المال يعود لصاحبه مرة أخرى. هذا هو عدل الله المطلق. إحنا عندنا عدل مطلق وعندنا عدل تام كامل. العدل المطلق هنا الذي يسرق من مال غيره لابد أن يؤخذ هذا المسروق الذي أخذه عنوة وأن يرجع إلى صاحبه، لأن هذه حصة. لأن لما تأخذ عشايا إذا ما أخذ في الدنيا هذا عالم آخر، أي بل قد يعاقب عليه هنا ويعاقب عليه بعض المعاصي. في بعض المعاصي الخطيرة يعاقب عليها في الدنيا ويعاقب عليها في الآخرة. إن تاب تاب الله عليه، بل إن من فضل الله علينا أن العبد لو تاب عن ذنب فإن الله تبارك وتعالى يبدل سيئاته حسنات. يجب أن نعلم شيخنا وكل مسلم يعلم أنه هو يعني لا يقارن نفسه بشخص غير مسلم. يعني أنت عندك ضوابط، عندك حلال، عندك حرام، فلا تقارن نفسك بغيرك بأنك تعمل ما يعمله وتنطلق بما ينطلق به. يعني هذه ناحية لازم واحد يعرفها. أنت غير مهم جدا، لأن أولا نحن أمة لنا حيز والناس لهم حيز. إحنا أمة لنا دين وأمة لنا دستور، هذه الأمم ليس عندها شيء. يعني حتى من كان على دين سابق حرفت هذه الأديان وبدلت وعطلت، ولذلك أصبحوا همجا، وأصبحت مسألة المكاسب الدنيوية الهدف الاستراتيجي عنده. ما ينظر الحلال والحرام إلا بالقانون. مجتمعات الراقية هذه عندما يحدث عندهم نوع من الخلل الإداري يتحولون إلى مجرمين. أما أنت حتى وإن كنت وحدك وليس من حولك أحد عندك قانون يحكمك، الله سبحانه وتعالى، يعني مراقبة الله سبحانه. يعني هذه عندي ليست عند أحد غيري. صحيح. هو عنده نظام. النظام عندما يعني مثلا عند الأحداث الأخيرة في أمريكا هذه ماذا ترتب عندما حدثت هذه المظاهرات وغيره؟ تحول هذا المجتمع إلى مجتمع مجرم، لأنه نظام وليس دين. أما أنا عندي دين. امرأة العزيز في قصر العزيز أجمل امرأة في مصر، ومعها يوسف عليه السلام أجمل رجل في العالم كله، 50% من جمال الدنيا.
وتقول له هيت لك، يقول معاذ الله. طب ما الذي كان يخشاه يوسف عليه السلام؟ الله سبحانه. هذا هو الدين الذي أراده الله لنا والذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، وهذه ليست خاصة بيوسف عليه السلام، وإنما سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعته امرأة، رجل أو امرأة، يعني امرأة دعاها رجل. صحيح. فقالت إني أخاف الله. هذه قضية لا توجد عند غيرك صاحبي، مسألة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فلذلك الأموال، أموال الناس كانت موجودة، ما كان عند النبي حراسة صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر. الناس حتى عمر لما ولي القضاء في عهد أبو بكر جاء بعد سنة وشوية اعتذر، قال له ابحث عن قاضي غيري، ما في أحد بيأتيني، يعني أنا قاعد بس فقط بيت القضاء ما عندي أي عمل. نعم. قال له الناس كل منكم منا يراقب ربه، لا يحتاجك ولا يحتاجني أصلا. نعم. هذا المجتمع الذي نريد أن نصل إليه. الأبواب الحمد لله عندنا، ما زال عندنا بعض مظاهر الأمن، تحصل البيوت لغاية يومك هذا الباب ما بطل والناس تمر وتيجي، لأن احنا نعلم بأن في أمن في البلد قوي، وأن ما حد راح أبدا يعتدي على عرضي ولا يدخل بيتي حتى وإن كان الباب مفتوح. نعم. هذه نعمة غيرك ما يتخيلها، مع وجود الشرطة ومع وجود الكاميرات والدنيا، ورغم ذلك تقع القتل ويقع الزنا وتقع السرق، لأن مجتمعات ليس عندها جهاز رقابة فاعل. جميل. خلينا ناخذ اتصال من أخونا عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله، تفضل به. أنا عندي الحقيقة سؤال للشيخ. نعم. الله يعطي الصحة والعافية. آمين وياك. هناك الله يطول عمرك في غرف اللي اسمها كلوب هاوس، اللي في شو اسمه في الواتساب، وهذه تدعو الناس الى الكفر والفسوق والعصيان، يسمونه كفار قريش. فلكل اللي ارجو ان من العلماء ان يتدخلوا، ما تعممها يا اخوي، يعني هي كلوب هاوس انا ما اعتقد، يعني سلاح ذو حدين على قولتهم استاذ عدي، صحيح؟ لا مو سلاح ذو حدين، هذا حد كفار قريش. لا وهم حافظين القران ويعرفون القران ويعرفون الايات القرانيه، يعرف واي واحد معاهم يقنعون ان ما في هناك اله ولا في رسول ولا هذه عاد مصيبه. فلذلك نعم، فلذلك اللي يستخدم استخدام خطا ان شاء الله ان شاء الله. ارجو من الشيخ نبي كلمه في هذه. شكرا. نعم ان شاء الله، بارك الله فيك. احنا يعني بشكل عام، يعني اي شيء يجينا احنا عندنا دين جهاز رخام هذا. ايه هذا، وذلك هذا هو معكم اينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم. انا استشعر كمسلم ان الله معي، ان الله ناظري، ان الله شاهدي، ان الله مطلع علي. وبعد ذلك عندي 20 جهاز رقابه يا شيخ، 20 جهاز لتحقق كل مكان. طبعا 20 جهاز رقابه، حتى جوارحي هذه يوم القيامه لها دور، وبالتالي أنا لا أجد فرصة لمعصية الله مطلقا. فينبغي أن أكون محافظا على العلاقة التي بيني وبين الله، ومن العلاقة التي بيني وبين الله علاقتي مع الخلق، لأن الإسلام لم يأتي فقط لتنظيم العلاقة بينك وبينه جل جلاله سبحانه، وإنما علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بنفسه التي بين جنبيه، مسؤوليتك الأولى علاقة الإنسان بالمجتمع من حولك بدءا من الوالدين إلى غيره. بعضهم يقول أنا أدخل بأسماء رمزية مش معروفة أنا، فيبث سمه للناس، تمحاسب على اللي تسويها، مش أليس كذلك شيخنا؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وين هتروح أنت أصلا؟ نعم. خليك بدون اسم أصلا. نعم. ولكن يوم القيامة هتقدم برهان دليل. هل الحرام تغير من السابق إلى الآن؟ هل أمور مثلا أصبحت حلالا في الشرع مع الاجتهاد مع تغير الزمن شيخنا؟ الفكرة كلها تبقى ضعف الوازع الديني. نعم. هو الذي جعل مساحة الحرام تسع رجراجة ومرنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب الحلال فريضة على كل مسلم. لازم تعرف ما هو الحلال والحرام، ما هي المسألة سيبة. أنا الآن أريد أن أخوض تجربة معينة مثلا في عالم النت، يجب أن أعلم أن هناك ضوابط للتعامل مع هذه الأجهزة. أولاً الوقت، الله سيسألني عن يوم القيامة، ما هو على هواي أقعد ساعتين ثلاثة أبو ناصر وقعد أضيع عمري؟ لا تسأل، والله يوم القيامة تتمنى أن أمك لم تلدك عندما تفاجأ بأن عمرك كله ضاع بها منثورة، لما كل يوم أضيع ساعة ساعتين ثلاثة أربعة. أنت ما بترتكب معاصي، أنت ما بتدخل أماكن محرمة، ولكن ضع وقتك بغير فائدة. ما هو بأنت يا رجل، أنت لك رسالة، أنت لك رسالة في العالم. الناس الآن يموتون على الكفر وتقعد تضيع وقتك،
هذه مسؤولية محمد وأصحابه. الله تبارك وتعالى أخي أبو ناصر أرسل النبي للناس كافة. النبي ما صلى الله عليه وسلم والإسلام لم يخرج من جزيرة العرب. صحابة علموا أن الدين ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كدعوة، كرسالة ونبوة نعم، ولكن حمل الرسالة للعالم مسؤولية المسلمين. ألعب أنا بالله عليك وضيع عمري والناس كل يوم يموتون بالآلاف على غير الإسلام؟ ماذا سأقول لله يوم القيامة عندما يأتي هؤلاء يقول اللهم انتقم من فلان وفلان وفلان كانوا في زماننا؟ وحين يكون معك في بيتك خادم عندك في البيت ما فكرت تعرض عليه الدين، زميلك في العمل ما فكرت تعرض عليه الدين، خاصة عندما يكون سلوكك غير منضبط. ما أنا أحيانا ممكن أتكلم كلام غير 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 نظري، ولكن الواقع العملي أنا كذاب وأنا خراط وأنا دجال وأنا منافق وأنا وأنا وأنا، إيش اللي عندي من الخير أقدمه له حتى أقنعه أن يكون مسلما؟ فإذا المسؤولية كبيرة جدا. نحن مسؤولون عن هداية العالم. تضيع وقتك والساعات من عمرك تضيع، والأمة في حاجة، حتى أمتك في حاجة إليك. أمة ضعيفة، إحنا أضعف أمة الآن في العالم. إحنا بندفع الجزية حتى نعيش يا أبا ناصر، بندفع الجزية للشرق والغرب عشان نعيش في بلدنا، ما قدرنا نعيش لأن إحنا ضعاف، ولكن ضعفنا سببه أننا انحرفنا عن منهج الله، فسلط الله علينا من لم يخف فينا ولم يرحم. بارك الله فيك شيخنا. فاصل أيها الأحبة ثم نواصل حديث الشيخ عن الحلال والحرام. أهلا بكم أيها الأحبة، ونأخذ هذا الاتصال مع أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا. فعلا برنامجكم اسم على مسمى رياض الجنة. بارك الله فيك شيخ، تفضل. سؤالك. دام فضلك نحيي الشيخ أول شيء، الشيخ مواطي عزب، كيف حالك طول العمر؟ بارك الله فيك وطول عمرك على طاعتي. ما شاء الله ما شاء الله. والله أنا يعني بدعي لك إن شاء الله، بس بعد السؤال إن شاء الله. تفضل. عايز خير. بعد لا لا لا، ابو ناصر دائما يحب ان ندش الموضوع على طول. عموما سؤال الله يسلمك، حديث الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، صح الحديث هالشكل ولا بما او كما يعني قال صلى الله عليه وسلم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. انا اسال المشتبهات، يعني لو يذكر منها الشيخ بارك الله فيه ان شاء الله. زين، يعني نوع من، لان في مشتبهات كثيره بس يعني امثله منها ثلاثه او اربعه وبعدين الله يسلمك الحين نبدا بالدعاء للشيخ. ها خلاص، ادعوا في ظهر الغيب، ادعوا له في ظهر الغيب. جزاك الله خير. لا لا، خلي على الهواء مباشره عشان الجميع يامن. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك فيكم ان شاء الله. أيوة. يا ربي سلام. بارك الله فيه ونفع بعلمه وكثر الله. بارك الله فيك يا ابو عبد الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. جزاك الله خير يا ابو عبد الله. الحديث ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. في الحرام. الشبهات شو المقصد فيه في الحديث هذا شيخنا بالضبط؟ اولا هذا الحديث نفسه هو علاج كل هذه المسائل. حلال واضح ظاهر وحرام واضح ظاهر. القرآن والسنة بيّنت مساحة الحرام أكثر من الحلال، لأن الحلال الأصل كما ذكرنا. صحيح. وأنت كما ذكرت في الأول أصل الأشياء الإباحة. نعم. حرام ربنا حدده تحديدا دقيقا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ما سوى ذلك يبقى حلالا. فالأمر سهل، يبقى هناك أمور بين هذا وذلك. ربنا سبحانه وتعالى كما فرض علينا الصلاة والزكاة والصيام والحج قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر مشتبه أرجع لأهل العلم، أنا ما أفتي نفسي، لأن كما أني لو أعالج نفسي دون طبيب فلا أفتي نفسي في حلال حرام دون الرجوع لأهل العلم الثقات الذين أمرنا الله أن نأخذ عنهم العلم. فما تفتي واحد الآن يريد يعمل نشاط تجاري، هذا منتشر في العالم، ولكن هل هو شرعي ولا مو شرعي؟ زي الآن بعض الإخوة عندنا مشكلة اسمها اليوغا. اليوغا الآن حاليا في بعض المراكز بدأت تعملها كرياضة، مش عارف استشفاء ذاتي وعالج نفسك بنفسك وحركات معينة.
الناس اللي شافوها شافوها في أوروبا وشافوها في الهند وشافوها في الشبكة الهندية، ولكن هذا عندنا هل هي حلال ولا حرام؟ قبل ما تفتح المشروع حبيبي اسأل أهل العلم. عندنا في وزارة الأوقاف إدارة خاصة بالفتوى، والمساجد كلها في أئمة، وعندنا أيضا عدد كبير من الناس اللي عندهم قدرة على النظر في المسائل وإنزال الأحكام عليها. فقبل ما تخسر الأموال هذه تصرف 100,000 على موقع تجاري معين وتحرص على موقع هذا يعني كبير جيد ممتاز عشان تضمن زباين، وتفاجأ بعد ذلك الشرع يقول لك هذا حرام. فنقول لإخواننا بارك الله فيكم، قبل أن تقوم بأي مشروع أو تفعل أي شيء أو تقوم بأي معاملة، ما كل جديد مباح، لأن احنا الآن العالم كما نعلم أشي بقرية صغيرة، والآن أنت تستطيع أنك تعرف كل الدنيا وانت قاعد في مكانك. صحيح. وتطور التقني الآن في عالم الفضائيات مذهل. تصبح يمكن إلى الآن يعني الشرع ما عطى حكم للأمور المستحدثة هذه، يعني لا. هل في باب اجتهاد لعلماء معينين أكيد. مثلا؟ احنا عندنا الاجتهاد هذا ديني، والله تبارك وتعالى جعل هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار من أعلم الخلق، والصحابة يجتهدون أمام النبي عليه الصلاة والسلام. مسائل كثيرة اجتهد فيها الصحابة حتى لا نغلق باب الاجتهاد، لأن أنتم أدرى بأمور دنياكم. الحين عندك علماء موجودين في كل بقاع الأرض، في قطر نتميز بأن احنا عندنا عدد هائل من أهل العلم وأهل الدعوة وأهل القرآن، أكبر دولة في العالم في حافظة القرآن قطر. أنت ما تنظر تقول والله مثلا بعدد إخوان القطريين، القطريين فيهم الآن متميزين أيضا، وفيهم ناس أهل فتوى وعندهم نظر قدرة على النظر في الاستدلال واستنباط الأحكام. بس أنا أرجو قبل ما تبدأ اسأل، اسأل إيش اللي يعوزك الآن لما تتصل برقم تليفون في الأوقاف، تسألهم، تتصل ببعض إخواننا المشايخ الموجودين في المؤسسات الأخرى. جامعة قطر فيها الآن علماء طيبين وفيها دكاترة متميزين بارعين، فلا تفتي نفسك أيها المسلم، أنت لست متخصص، ما تعرف تقرأ آية، يبقى كيف حلال حرب؟ أسأل قبل ما أفعل، أسأل أسأل. بس يقولون الناس قاعد يسوون هالشيء هذا، وهذا شيء منتشر. أحسن. يعني في أمور يقول لك الناس قاعد يسوونها، بتي علي أنا وتقول لي حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم أنا مع الناس، أو لا يكون أحدكم إن معه، يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. النبي نهى، ولكن وطدوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تتتبعوا إساءتهم. أنا ما أعرف الحكم، الناس كلهم فتحوا مشاريع جديدة وأرى أن في حركة وفي دخل وفي كذا، ولكن هل هذا أنت مسلم؟ الإشكالية أنك إن أكلت الحرام يا رجل أحدثت نفسك مشكلة مع مالك الكون كله، ولذلك الحرام النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ما من جسد يأكل حراما إلا حرمه الله على الجنة، ما يدخل جنة. يبقى علشان أعمل مشروع أنجح فيه أضيع آخرتي أصلا ونفسر، لازم أتأكد. وبعدين أنت الحين لما تشعر عندك بأي إشكال في جسمك تروح لأخصائي وتعمل لك أشعة إيه ورنين إيه، لأن الصحة غالية، الدين أغلى، لأن الإشكال ليس أنت وحدك، المشكلة أن وراك منظومة. أنا لما أكل حرام أنا الآن مع عيالي دول بيأكلوا حرام معي، أنا قاعد أسمم من المنظومة كلها بالكامل. وخد بالك أن هذا الحرام يذهب البركة من أولادك. الحين عندنا انحرافات عظيمة في البيوت، بعض الآباء ما لهم قيمة عند عيالهم، بعض العيال ما يسمعون الكلام، في أمراض جديدة دخلت علينا ما كانت موجودة عند شبابنا. السبب الحرام، أنك أنت ما قاعد تتحرى. حتى لو أنت موظف أخي، عندما لا تتقي الله في عملك الوظيفي وتضيع وقت الدوام في هذا الكلام ما له علاقة بالعمل، أليس هذا أكل حرام يترتب عليه الحق ضرر بك؟ الطعام اللي راح تاكله يعتبر هذا بالنسبة لك سم. يقول أنا أشتغل على قد معاشي، أو مثلا والله مقصرين في حقي، بيني وبينك عقد، أنت راضي تلتزم، ما أنت براضي روح قول لصاحب العمل أنا ما بشتغل، أما تبوك، أما أنك أنت تبقى مثلا مندوب مبيعات، ولا تبقى رجل مندوب مثلا شركة تقول والله الراتب ضعيف أقوم أنا أدور عندما يعطيني واحد، لا 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 يمكن هذا، لا ليس عذرا. أنا بشتغل في مؤسسة بين وبين المؤسسة اتفاق، المسلمون عند شروطهم، والعقد ده شريعة المتعاقدين. يا أخي الكريم هذا الراتب لا يعجبك، أقول يا أخي لا يعجبني، تقول لي من حصل فرصة عمل، هذه ما هي مشكلة صاحب العمل، هذا مشكلتك أنت، دور
دول ما دمت تريد الجنة تريد النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن أحدكم ملأ فمه ترابا أهون عند الله من أن يدخل فيك شيئا حراما. ما يصلح، خطر، خطر على الصحة وخطر على الأمن والأمان وعلى الطاعة. الزوجة ليش مشاكلنا في إحنا عندنا حالات طلاق هائلة يا رجل، انحرافات سلوكية هائلة يا رجل، أمراض. شوف الآن عندنا أرقى مستشفيات في العالم ورغم ذلك ما قادرين نلاحق على الأمراض. هذه كلها آثار المعاصي. في عندنا مشكلة يا شيخنا أن إحنا كآباء إحنا كمربين نحط في بالنا أن عيالنا يعرفون شو الصح وشو الغلط، شو الحلال والحرام، مع ان احنا ما وجهناهم ما قلنا لهم. طيب كيف هم يعني؟ يسوون الشيء وتروح انت تعاتبه، انت قلت له هاي حرام، انت وجهته، مو الان هو يشوف الناس قاعد يسوي مثلهم. فمساله توجيه ابنائنا في ان احنا نقول لهم ترى يبا هذا صح، هذا خطا، هذا حلال، هذا حرام، من المهم جدا، ولا اعتمد على غيري، لا مدرسه ولا اي مجال اخر. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. أبو ناصر، نجاة ولدك من النار مسؤوليتك رقم واحد. أنت مسؤول عن طعامه، مسؤول عن شرابه، مسؤول عن علاجه، عن ثيابه، عن تعليمه، هذه كلها الدنيا. طب وليش ابنك يدخل النار وانت عبد صالح أصلا وانت رجل ملتزم؟ إذا مهم جدا أنك أنت تأخذ بيد ولدك إلى الجنة، تبين له الحلال والحرام. المسألة ما هي مسألة مجرد أن أنا حفظه كتب أو نصوص، المسألة السلوك المنضبط في البيت. أنا قوام، لابد أن أكون قدوة أمام ولدي حتى يأخذ عني الدين. حتى الطفل يعني لما يسوي شيء غلط ترى الله بيوديك النار، كنا احنا نقول لهم شيء يعني. ها صحيح. لا تبوق، لا تأخذ شيء مبلك بهالناحية. هذا يعني. وإن كان هو في عليه ملاحظات. ملاحظات على النار. نعم، ولكن يبقى أنه هو كان نوع من التوجيه. توجيه. الآن ما حد يحوج أحد. من وين ولدك؟ الآن أنت قاعد، زمان ما كان حد يعني، كانت الأسرة والجيران والمدرسه الان يشوفون بعض، ما يشوفون بعض الان. لا الان عاد صحيح. والله احد اخواننا الطيبين هنا متخصص في التربيه قال انا عندي ولدي، احنا كنا عند بيت فيلا، فانا ساكن فوق وقعدت شهرين ثلاثه اربعه ما اشوف ولدي ولا يطلع يسلم علي. هو في ثانويه كل شهر انا صرف آلي ادفع المدرس الفلاني والفلاني، والام تقول هات 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 هات. قلت لها انا ما شفت عبد العزيز، وين عبد العزيز؟ كانت مشغول بالدراسه والمدارس والدروس خصوصيه. قلت انا ابوه اذا كنت انا حي وانا الصراف الالي ما راح يشوفني، متى يشوفني اصلا؟ فعملت تغيير، نزلت غرفته تحت عند الباب وطلعت غرفته فوق. قامت الدنيا ولم تقعد. ليش تسووا؟ ليش ما جيتني وما استاذنتني؟ قلت يا ولدي انا وانت في حاجه الي، حرمتني ان انظر الى وجهك. قل لي بربك متى اشعر بانني ولدا على الاقل يسلم علي. يا ولدي ليش هذا العقوق اصلا؟ هل اسات اليك في شيء؟ ففعلا التنافر ده صار خطر. الحين كل واحد، حتى واحنا قاعدين مع بعض اصلا يا ابو ناصر، قاعدين كل واحد ماسك الجوال ولا حد يجيك ضيف. والله واحد من اخواننا قال انا جيت من الرويس علشان اسلم على بعض جمعيتنا هنا في العيد، دخلت سلمت عليهم في الاول وقعدت. والله قعدت وقمت ما حد عرف ان انا قمت من المجلس ولا شيء. وبعد ذلك لما رحت الرويس، وينك ابو فلان؟ وينك؟ يا رجل انا جيتك وانت ماسك الملعون هذا، اخوك جاي لك اتعنى لك يركب لك الخط، وفي النهايه حتى ما تقعد تتكلم معاه. نعم. شيخنا الشيخ موافي عزب، يعني هل يجب على كل مسلم ومسلمه معرفه الحلال والحرام، ولا هو مساله يعني يعرفها مع في الحياه يعني؟ ولا يعني تدري الان صار الواحد يعني يهتم بالعلم في امور كثيره، لكن الحلال والحرام ليس نعم. من الاولويات. تتعلم الحلال والحرام في حدود حاجتك. صحيح. انا ما مطلوب ان انا اكون الشيخ القرضاوي ولا الشعراوي ولا اكون شيخ الاسلام، لا. انا في مجال عملي اعرف الحلال والحرام في تخصصي ومهنتي بس. الاخر ده لو انا ماني بعارف اسال. مثل ما اقول لك الان واحد يبغى يسوي نشاط بجوار عمله، نقول له اول قبل كل شيء ابحث. اعمل اخوان عمل صالون ما شاء الله حلاقه على مستوى، وبعدين صرف عليه 150,000. قال لي افضل شيء. وبعدين سالني بعد، قلت له ليش ما سالت في الاول؟ انت ليش قبل ما دفعت الضرائب دي والكلام ده؟ قال والله انا غلطتي. قلت له انت عندك استعداد تبيع؟ قال ابيع. والله ما القى الله بمعصيه الامر. الله اكبر. يخسر 150,000 وهي زيادته طلع عينه عشان يطلع ويز عمال وراح. قلت كان بك اسهل ان تسال. شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال. الله تبارك وتعالى يقول فاسالوا 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 اهل الذكر كنتم لا تعلمون. انا ما اعرف، ولكن في مجال تخصصي يلزمني
فرض عين. أنا رجل بشتغل موظف، إيش الحلال والحرام في وظيفتي؟ لأن هذه بيترتب عليها الراتب، والراتب لو حرام، العلماء يقولون إذا أدخل المسلم شيئا من الحرام في جوفه عصته جوارحه، أبى أو لم يأبى، علم أو لم يعلم، هتحس إن جسمك كده كله رايح للحرام. سؤال أخونا أبو عبد الله، وبينهما أمور المشتبهات، لازم أرجع لأهل العلم، ما أفتي نفسي. شنو مثلا عندنا المشتبهات؟ إيش كثير جدا، أصلا كل المجالات فيها اشتباه، يعني من المشتبهات الموجود مثل هذا، يعني واحد الآن بيفتح محل حلاقة، حيجي الناس يقولوا أخي حلق اللحية عندنا في إشكال شرعي. طب يا أخي الكريم، في علماء يقولون بأن ما حد قال بأن اللحية حلقها حلال، يعني وأنها حتى قول خلاها مخالفة السنة. فإذا أنت ليش تعمل هذا الأمر قبل أن اسأل بشكل عام يعني. وأنا عندك الآن موجود مثلا مسألة، أبغى أفتح مشروع تجاري معين، نعم، أتاجر في بضاعة، البضاعة دي قد تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، زي واحد ببيع سلاح، ببيع أسلحة، الدولة بتمنع، ولكن من حيث المبدأ السلاح نفسه ليس حراما، ولكن استعمالاته بيترتب على خطر. فإذا قبل أن أفعل أسأل. أتزوج، إحنا هنا إحنا متزوج واحدة، ما أجيب واحدة حياة من الشارع، وإنما لازم أسأل عن أهلها وينها أصلها، وبالتالي لا بد أن أسأل قبل أن أفعل. أسأل إذن قبل أن تفعل في أي موضوع في أمور الحياة، هل هذا الموضوع حلال ولا حرام؟ نعم. فاصل ونواصل. أهلا بكم أيها الأحبة. شيخنا، هل الحرام مستويات؟ يعني واحد يقول لك هذا ما ورد فيه آية قرآنية عشان أنا حديث، ما مشكلة يعني أخذها بهالناحية هذه، بيقول لك لا الحرام يعني عادي، يعني في حرام لا صعبة، وفي يعني هل أساسا في الدين نحن في الشرع عندنا الحلال مستويات؟ أولا نحن الله تبارك وتعالى أنزل كتابا بين فيه للناس ما يحتاجونه. هذا الكتاب يحتاج إلى معلم، إلى مبين. فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا تبارك وتعالى حتى يلزمنا بضرورة العمل بالسنة قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ألا إنما قال الله كما قال رسول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فإحنا عندنا هذا المرجع، الكتاب والسنة، أحكام وردت أو أعمال وردت أحكامها في القرآن بيانها، وفي أعمال وردت في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بيننا كواحد من الناس، فكان ينام ويأكل ويبيع ويشتري يتعامل. التعامل هذا أوجد إشكاليات تحتاج لحل، فوضع لها رسول الله حلا. فإذا أنا الآن عندما أكون عندي القدرة على البحث أنظر في كلام الله تعالى، فإن لم أجد أنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندي بعد كتاب الله وسنة رسول الله إجماعات علماء الإسلام، الإجماع، إجماع أهل الحل والعقد من أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم على بيان حكم من الأحكام. بعد ذلك عندي المصادر التي تختلف بالنسبة للأئمة، فبعضهم يعتبر المصادر التشريع 5 و6 و10 و20، فهذه مسائل تتسع وتضيق حسب الملكات العلمية الموجودة عند العلماء والواقع الذي نحن نحياه نحن. فأنا عندما تكون عندي مسألة من المسائل إن وجدت لها حكما في كتاب الله تعالى انتهيت، إذا لم أجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرسل النبي معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم 1 2 3 4 5،
فإذا حدد له رسول الله كيفية القيادة والإدارة. ولكن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن عرض عليك حكم ماذا تصنع؟ قال أنظر في كتاب الله. قال فإن لم تجد قال في سنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله. إذا أنا عندي المصادر، إن عددت المصادر دي أسأل أهل، لازم أسأل أهل العلم. لا يجوز لك أن تفتي نفسك في السبب واحد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا افتراء الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. من الافتراء الكذب نقول هذا حلال وهذا حرام وأنا ما أعرف، أقول ما في شيء. كيف ما في شيء؟ كيف تقول ما في شيء وأنت ما عندك وسائل الحكم؟ ومسألة الواحد يفتي من غير علم هذه من الكبائر، بل بعضهم يرى من صفات أهل النار. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويسألونك قل الله يفتيكم. المفتي هو الله سبحان الله. في الطب دائما نلجأ للأطباء، في الميكانيكا لكن مثلاً. الدين كل واحد يتكلم في صافي. وبعدين الطبيب لو قال كلام أنا باخده كأنه قرآن، طب ليش لما بيجي المتطوع يقول كلام ما بعبره؟ لا حول، هذا كلام، هذا ضعف الدين. نعم، هذا أبو محمد معنا على الهوى شيخنا، ثم نعاود حديثك في موضوع الحلال والحرام. أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله. هلا أخ عقيل، السلام عليكم. حياك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف حالك يا أخي؟ الله يسلمك يحفظك. وشلونك يا شيخ موافي؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك. كيف حالك؟ أنا من زمان ما شفتك يعني صراحة. أي والله، الله يجزيك خير وجعلنا إياك من صالح المؤمنين ومن يسمع. آمين. نعم الله يسلمك. سؤالك أبو محمد، تفضل أخوي. سؤالي يعني إحنا نعرف يا شيخ عقيل إن الربا حرام. الله حرمه بالنص في القرآن، أحل الله البيع وحرم الربا. نعم. صريح يعني ما عليه أي شبهات ولا عليه أي حاجة. ولكن يا شيخ، هل اللي تعامل في بنوك إدارية أو بمعنى بين قوسين ما بين ربوية، هل يلحق عليه حرام الربا؟ يعني هل هذا يعني يقع في المحظور؟ وبعدين يا شيخ، يعني على قضية الحرام والحلال، هل نعرف ان الربا والعياذ بالله حرم من 7 سماوات، حرم تحريم قطعي ما في تدريج، مو مثل بعض التحريم مثل شرب الخمور جات في مراحل. الا الربا، ربا الله سبحانه، الرسول عليه الصلاه والسلام اول خطبه الوداع، ان يعني في خطبه الوداع حط الربا تحت قدميه. نعم شرفتين. نعم. فانا ارجوك يا شيخ مواد انك توضح الصوره، لان في بعض الناس للاسف الصراحه يتساهل بقضيه الربا. نعم. ولا يدري ان الربا سبحانه وتعالى من الببقات الكبرى. نعم. عند الله سبحانه. نعم. وتعالى. جزاك الله خير ابو محمد. خلاص الشيخ راح يجاوبك. طبعا هو الموضوع هذا موضوع طويل، ما يقدر يعني الشيخ هو يعني بيعطيكم بس مجرد يعني مختصر عن 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 رد في هذا الموضوع. بعضهم يقول انا اتعامل نعم، لكن الفلوس هذه اعطيها الفقراء بحسن نيه، يعني المساله ليش انتم تاخذونها؟ انا مساله كبيره يعني. وبعدين البنوك الاسلاميه هذه قاعده هي بروحها تتعامل بالربا ويدخل في 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 حيصه بيص على ولدتهم. المفروض ان البنوك الاسلاميه عندها هيئات رقابه شرعيه تدقق على جميع المعاملات التي تقع تحت سقف هذه المصارف. جميل. وهم مسؤولون عن ذلك بين يدي الله يوم القيامه. أحيانا قد يخوضوا بقول مرجوح في مسألة ويدعون القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لمصلحة المودعين أو المستثمرين أو غيره، هذه يسألون عنها. ولكن إذا ثبت فعلا أن هيئة الرقابة الشرعية انحرفت عما عليه جمهور علماء المسلمين، أنا لا أتعامل معها، وأنا أستبعد هذا حقيقة. يعني أستبعد من حيث حسن الظن بالناس أن يدول المفروض أنهم أهل اختصاص وأهل علم وأهل دين، وما راح أبيع ديني علشان أبو ناصر وعلشان غيره. يعني يعني ما دام هو بنك اسلامي انا اتعامل فيه، أنا يعني أتعامل احسن الظن فيه، بس لا اقعد انا اتقول عليهم شيء. لا 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 لا. وبعدين في شيء، هؤلاء الناس موجودون ايضا في مبنى المصرف. افرض ان عندك معامله فيها شبهه، اذا ولس هيئه الرقابه الشرعيه وقول له من ربع هذا الموضوع في كذا كذا، بينوا لي الحلال والحرام. هذا من حقك، لان هم جهات اختصاص. صحيح. واحنا عاده في الوزاره ما نتكلم في المسائل الاقتصاديه، لان في جهات اختصاص موجوده هي المعنيه وهي أكثر علما. يعني عندنا قضايا ما نتكلم فيها في الوزارة، لأن في جهات أخرى في الدولة رسمية هي اختصاصها.
يعني عندنا المواريث الان، يعني في عندك قسم التركات هو المسؤول عن هذا الكلام، شؤون الاسره عندك محكمه الاسره موجوده، يعني ما تدخل في تخصصات اخرى لان دول اعلم منك واقدر على حل المشكله اكثر منك كمجرد انك انت واخذ فكره عامه. نعم. فنقول نرجع الى اهل الاختصاص حتى نعرف الحلال والحرام. نعم. بعضهم يقول لك انا يعني اعمل الحرام لكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. يعني معلش تمشي الامور، قد تكون في مسائل حقوق يعني اهضم فيها حقوق العباد او ما في مشكله، الله بيغفر لي بعدين، يعني انا بعدين بتوب. هذه مساله طبعا تدل على ان هذا مو بعاقل اصلا. ما في احد يخالف الان نظام الدوله ويقول والله الدوله ما راح تعاقبني. الان لو انا كسرت اشاره بارك الله فيك وجاء الرادار اخذني ولا الكاميرا، شو اقول للناس؟ لما اروح الان علشان اكلم مدير المرور يقول يا اخي الكلمه هذا موجوده قدامك، موجود الصوره موجوده، ما اقدر طبعا ما اقدر اسوي لك شيء اساسا. اذا كان هذا في حال العباد ما بالك برب العباد جل جلال، ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا من تعظيم الله تعالى، من تعظيم الله احترام شعائر الله سبحانه وتعالى وقام ذلك، ومن يعظم حرمات الله ذلك ومن يعظم شعائر الله. الدين كيف يقوم اذا كانت الناس لا تعظم حرمات الله ولا شعائر الله؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا واجب علي أن ما أتساهل، أنا أجتهد قدر الاستطاعة، إن أخطأت أسأل الله أن يعفو عني وأن يغفر لي، ولكن ما أقتحم الحرام عمدا مخافة أن تأتيني المنية وأنا على هذا الحال فلا أرى خيرا بعد ذلك. ما أتجرأ. نعم. ولا أغتر بحلم الله، لأن الله تبارك وتعالى كما ورد إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. بعضهم يسوي الحرام ويعني ويحس في نفسه ويحس بأن تأنيب الضمير، وبعضهم يعني هذا وارد، هذه بعد مشكلة، هذا فعلا. وهذا الأصل في ترك الحرام، الحلال فيه غنية، الحلال في كل شيء. يعني إذا كان الربا، أنت عندك مؤسسات بتتعامل بالحلال، إذا كانت المعاملات التجارة عندك تجارة حلال وبضاعة حلال كثير جدا، حرام قليل. إذا كان حتى في العلاقات النسائية والرجال، أنت عندك زوج ربنا قال لك يا أخي تزوج أكثر مرة ولكن لا تنظر لمرأة غيرك، الله ما ضيق عليك يا أخي، قال لك مثنى إن أردت، هذا كلمة عارف مشكلة قديمة هذا الماري خصاية نعم، ولكن ربنا باح لك البدائل الحلال. نعم. فأنا ما أنا مجبور أن أنظر لمرأة غيري. صح. أو لواحد، الحين إحنا عندنا تعرف خدم موجودات في البيوت وموجودين في الشوارع، وعدد كبير الآن يقومون في مؤسسات الدولة، ويصعب على الدولة أنها تقوم بغير هذه العمالة اللي هي العمالة البسيطة الوسطية دي. يبقى أنا هل معنى وجود النساء الأدبيات في الشوارع بالليل أو النهار مرة راح أعملها ولا رجع من مؤسسات التي تعمل بها، هل معنى ذلك أن أنا أتكلم معها واقع ما في الحرام بحكم أنها جنبي؟ أبدا. نعم. الدين يبقى حرام حرام إلى يوم القيامة، الحرام حرام والحلال حلال. ودك أبا تزوج، ما حد قال لك لا، أما حرام لا ممنوع. ماذا يترتب علي إن أنا أقدمت للحرام من دون أي حسبان؟ أي رسالة أخيرة بتوجهها لإخواننا المشاهدين؟ والله أنا أقول أساسا إن الحرام أشبه ما يكون بالسم الذي يدمر الأمن والأمان والاستقرار والسعادة. الآن إحنا عندنا غازات يستعملها الدول ضد بعضها بعضا أخطر حتى من النووي والكيماوي. ابن القيم يقول إن المعاصي على القلب أعظم تأثيرا من أثر السموم عن البدن، فكما أن السم يدمر خلايا البدن فالمعاصي تدمر القلب تدميرا. عافانا الله. ولن يمكن ولا يمكن لأحد يعصي الله تعالى عمدا ويرى خيرا في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور موافي محمد عزب الداعي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ما قدم في هذا الموضوع المهم صراحة، بدنا نفرد لها حلقات وحلقات، لكن يعني إن شاء الله أوجزت ويعني وصلت الرسالة بإذن الله في هذه الحلقة. شكرا الله لك فيك. شكرا لك، جزاكم الله خيرا. إذن أيها الأحبة، الله تعالى أعلم بحالنا منا وأعلم بما يصلحنا منا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله تعالى أرفق بنا منا، فما حرم علينا إلا خبيثا وما أحل لنا إلا طيبا، أليس كذلك؟ والأصل في الأمور حولنا أنها حلال، فما اشترع الله الشريعة لنا إلا لتيسير حياتنا، والمحرمات قليلة جدا مقارنة بالحلال.
أخي الحبيب، التساهل في إتيان الحرام تساهل في تعقيد حياتنا ونزع البركة منها، ثم نلقى الله تعالى مثقلين بالخطايا، محملين بحقوق الناس، غارقين في ظلم النفس. لقد خرجنا للدنيا وحدنا، ونموت وحدنا، ونبعث وحدنا، ونسأل وحدنا. لذا فلا يجوز أن نبني أفعالنا على ما يرضاه غيرنا، بل على ما يرضاه ربنا تبارك وتعالى. فما أتعس من يعمل من أجل الناس لا من أجل رب الجنة والناس، وأتعس منه من يفعل الذنب لأن الناس يفعلونه، وكأن فعل الناس دين يتقدم شرع رب العالمين. والحلال والحرام ليس بيد أحد وبأي سلطة مهما كانت، بل هذا شرع ربنا سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، أطب مطعمك وملبسك وأخلاقك وسلوكك وعملك تكن مجاب الدعوة. تأكد أن الحرص على فعل الحلال واجتناب الحرام نعمة وراحة وقربة وزلفة وأجر عظيم. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله.